السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنفتح ملف من الملفات اللي احنا شغالين عليها. لاحظ رسالة بيقول لي ان في بعض اللينكات، يعني في بعض الصور او الفيديوهات او حاجات معمولة لينكات مش موجودة، missing. طيب خلينا نفتح ونشوف المشكلة ديت موجودة فين ونعالجها ازاي. تمام، اول ملف فتح، فباجي هنا في لينكس. لو مش موجود من ويندوز ببدأ افعل اللينكس او كنترول شيفت دي. في بعض الصور قدامها علامة حمراء، معنى كده انها مش موجودة. تمام، طيب اجيبها منين؟ اقول له ريلينك وابدأ اشوف الملف ده موجود فين بنفس الاسم دوت. تمام، هو يبدأ يتعرف عليه، بس اعرفه على الفولدر الموجود فيه الملف دوت، وليكن مثلا الملف دوت. تمام، او اي ملف تاني يبدأ يعمل له ريبليس. تمام، الحاجات اللي ما قدامهاش علامة احمر يبقى هو كده موجود الفولدر ده، عارف في نفس المسار بتاعه. هو كل ملف، كل صورة بتتحط بيبقى ليها مسار. تمام، فهو لو ما لقاش المسار دوت خلاص بيكتشف ان في مشكلة ويبدأ يدور عليها. تمام، فانت اسهل حاجة ان انت رايت كليك وتقول له ريلينك، وتبدأ تديله الملف ده موجود فين، او تعمل سيرش عليه على الجهاز عندك. ده بالنسبة لللينكات. تمام، اي صورة من دول موجود ليها ملف هنا. تمام، وده رقم صفحة، تقدر تروح لرقم الصفحة، يعني مثلا 26 مثلا. افتحك صفحة 26 هتلاقي الصورة ديت موجودة اهيت. لو انت في اي حاجة ريلينك، ولو الصورة موجودة بتلاقي في اختيار ظهر لك اللي هو اديت. تمام، تقدر تعمل له اديت في برنامج الفوتوشوب مثلا، او في برنامج سناجت اديتور، او اي برامج من البرامج اللي بسطبها عندك. تقدر تعدل وبعد كده تسيف تلاقيه يتعدل هنا اوتوماتيك. تمام، ولو انت مش بتعدل بتلاقي علامة صفراء بتقول له اعمل ريلود للملف دوت. تمام، ده بالنسبة لللينك دوت.